كان في شنو؟ شاي المغرب يا عمك. ضبطنا شاي المغرب. حسيت انا اتعشى. ما يا جماعه الشعب السوداني معروف بشنو؟ بالعشاء الثقيل والنوم الكثير. النوم كده شفت تبع النزول كده يا سلام بيكون شديد. فشنو؟ انتظروا العشاء الليل حيكون فيه شنو؟ شيء جمر. من الاكل الكثير نسيت بس دقيقه بس فتت فول يكون فيها شنو تاني يكون فيها. المهم خليكم متابعين معنا عشان شنو تكونوا عارفين كوارع يا عم يكون في كوارع يا سلام. خليكم متابعين جماعه العشاء ده شنو ده ده شنو ده سمك فرايد فتت فول يا شيء فراخ طعميه يا اخي كوارع شيء الجمر أنا شيء لحمة يا أخي يا أخي يا أخي يا الله ده شنو ده ده يعني ده أنا حاسس يعني بودي وين أخدته وين غايته بس لكن شنو؟ طيب يا جماعة عشان الأكل ده ما يقوم يبرد ونحن طبعا جعانين يعني خالص حنبتدي بالأقاشي حنبتدي بالحياة شنو؟ حنبتدي بالسرير كده عشان شنو؟ نقول هي السحابة يا جماعة أخذنا الليمون هنا أخذ لي ليمون في الأقاشي طيب يلا نقوم شنو نجرب هذا الشيء طبعا يا جماعه شوف هذا الشيء لازم يكون معه شنو بصل شطه تكوى نروح على الهيا شديد اخذ لي مش واحد ثاني طعم يوديك ويجيبك يوديك ويجيبك يوديك ويجيبك هاي بس الحمد لله يا جماعه شيء الجمر كنا في مطعم السودان جايبين لنا عيش عشان نشبع ولا شو؟ دارين احنا ناكل اللحمه دي الطيبات دي شيء الجمر كلام خلص كلام خلص كلام ما في والله العظيم والله صعب ما قادر اتفهم عشان انا اقوم اطلع من الحاله اللي انا فيها دي اقوم اخش في طبق تاني عشان اقدر انسى الشيء لكن غايته في ذول بنت حبيبه لكن غايته ما في مشكله شفتوا ليكم ذول واعي بياكل لحمه وفراخ ولحمه وسمك وبعدين كوارع وبعدين فول هاي في هنديك سودانيين ايوه انا يا جماعه شنو؟ اقوم اكل من السمك ده عشان اجرب اشوف زين ده بتاع كلام ساي ولا ياهو It feels
was very delicate. Ya Allah. Ya Akhi. سمك شديد جدا الحرام بجد مرمنقط مهم الدارين تقولوا قولوا لكن سمك عليه باليمين سمك موزون بهاراته عليها البهارات السودانية يا جماعة اليد مزيتة كوارع المزويين وين يجوني بيجاي هاي جماعة زين شيل معلقتك دي عشان نجرب الشوربة. Oh guys, the next thing we have is kawari. See the soup. See the thick soup. Wow. معلقة واحدة كده بعدين دقيقة بس. Let's taste it. زين. You know each dish whenever I you know I'm speechless. Each dish, whenever I taste it, I feel like it is better than the previous one. And guys, you know, seriously, this one looks so normal by the looks of it, but you, when you taste it, there is so much amount of richness in there. Yeah, you can it's so actually, silky. Yes, yeah. Man, this is something to die for. The soup is amazing. You know, I'm loving it. معلش يا الله عشان ما نلخبط الدنيا فتتفول يا جماعة أو زي ما نحن بنقول بوش من دون أي كلام خلاص حبة كلام البوش أو فتت الفول دي شنو؟ عيش مويت فول أنت تكون محظوظ لو لقيت لك كم حبة فول حايمة بيجاي بتاع ما شنو السلطة بعدك أنت خدت الدار تخد تكوى دار تخد مش زبادي الدار تخد ما هو في النهاية هي شنو؟ ما لخبطة ولا غاويز فمن دون كلام زيادة شوفوا انا هشيله بالشطه بس كده اصبروا لي عشان ما في حاجه تقع هنا فهقوم اعمل كده ما تاكل اصبر خليها في خشمك You know, if you have to enjoy the food, I would recommend to all of you to enjoy, to have, you know, this kind of cuisine at least once. And all thanks to Azur Restaurant, you know, who made it possible for me to live and to feel and to crave like a Sudani guy. So I'm here just like a statue, no thanks to me? You're like, you are just there.
You know, all thanks to this Sugar Bay as well. I would like, you know, and also thanks to Fat Engineer. You know, it wouldn't have possible without all this team. Really. I would really like to thank the restaurant team, each one of them. Yes. Especially Mr. Ahmed Osman for always being there for us. And by the way, he is the guy behind the camera. The camera. He is the one who's been doing all this exactly. for us. And he's been so patient with us throughout the whole day. All I can say is really thank you so much for always being there. Thank you for inviting us. And I truly believe that this was one of the opportunities which you get once in a lifetime. I don't think so that we will be do it. We'll be able to do it again in maybe for other countries. So this is what I'm very grateful. I have loved it. And you know, to wrap it up, I will say, aaj to akhir ho gayi hai. زين خلاص سوداني الحليب بالله قشطه في مره واحده ما شاء الله تبارك الله ورونا ها الزود نديه بصمتنا ولا ما نديه بصمتنا يا جماعه شكرا لكم اليوم كان طويل واليوم كان بجد كان حلو كان ظريف بكل تفاصيله ما لازم تحضروا كل الحلقات وما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب في قناتي انا وات او في قناه زين فات انجينيرز